صباح الخير او مساء الخير حسب الوقت اللي شوفني فيه. مولود برج الدلو، ندخل على طول في العلاقة العاطفية اللذيذة والقراءة العاطفية. الله، 10 كوبايات طاقتك، طاقة الشريك على حسب، ممكن يكون سعادة. انت حاليا في علاقة او متقدم لك عرض جواز او في علاقة شايفة انها كاملة يعني، او علاقة ممكن تتأهل تبقى جواز. في حد فيكم قدم للتاني عرض، بس في غموض، في غموض في العرض ده. ممكن تكون متقدم لك عرض ارتباط من حد وانت شايف ان العرض ده فيه غموض شوية، وممكن تبقى مصالحة، الله اعلم، على حسب الورق، على حسب ما نشوف في الورق. مشاعر الشريك، مشاعرك انت، أوه، شايفك ازاي، هو انت كمان شايفه ازاي. الخطوة اللي عايز ياخدها تجاه العلاقة، والخطوة اللي انت محتاج تاخدها سواء تجاه العلاقة او تجاه نفسه، اوكي. وشايف العلاقة ليه ايه او محتاجة ايه، وانت شايف العلاقة دي ايه او محتاجة ايه. في نصيحة طبعا في الاخر. طب مبدئيا كده برج الدلو، ممكن تكون هي علاقة قديمة، لأن هي علاقة كان فيها وجع قلب، بس ده مبدئيا يعني. مشاعر الشريك، ممكن تكون بتتعامل مع حد من برج القوس. هو حاليا لو هي علاقة قديمة وانتهت، فهو حاليا استشفى تمام كده من أي جروح. لو هي علاقة اتقفلت اصلا وبقالكم مثلا شهور سنين ما بتتكلموش او ما بتتواصلوش، فهو اتشافى من الـ من الـ من الوضع ده، او في مرحلة التشافي، وبدأ حاجة جديدة، مشروع، شغل، بدأ ينمي عنده موهبات ما مثلا، يعني من الاخر كده بيحاول يشغل الوقت اللي انت كنت معاه فيه، فهو بدأ يتشافى. والمشاعر حاليا يعني بيتشافى كمان من المشاعر السيئة، ممكن مثلا لو انت كنت بتتعامل مع بعض بطريقة مش حلوة، فهو بدأ ان هو ينسى الطريقة اللي انت كنت بتتعامل فيها معاه. انت حاليا مشاعرك مش هقول ميتة، هنقول مشاعرك كمان انت كمان بتتشافى على فكرة، يعني الكارتين برضو بيوضحوا بعض، هو بيتشافى وانت كمان بتتشافى، انت في اخر مرحلة من مرحلة التشافي زيه بالظبط على فكرة. ما تفتكرش يعني انت لوحدك اللي مشاعرك خلاص كده، انت بتنهي كمان الذكريات الوحشة، وبتحاول تخرج بره الهالة الوحشة اللي كانت في العلاقة، بتحاول تتشافى وبتحاول تبص للعلاقة بمنظور تاني. يعني لو كانت علاقة مثلا كنت باصص لها على انه مثلا الطرف الاخر كان بتاع بنات مثلا، او ما كانش بيعاملك بطريقة فيها اهتمام اكتر، فكن بدأت ان انت مشاعرك تتغير. اوكي، هو كمان بدأ يتشافى وانت كمان بتتشافى معاه. شكلها علاقة كانت مقطوعة يعني، وكان فيها استقرار جامد قوي، وانت تقريبا في طريقك للاستقرار ده. طيب هو شايفك ازاي، او مازال شايفك ازاي لو هو قطع معاك؟ طبعا هو شايفك ان انت اديت له ظهرك، انت اديت له ظهرك وبصيت لقدام اهو، انت كمان اهو، انت فعلا مشيت. ممكن تكون انت اللي نهيت العلاقة يا برج الدلو، فهو شايفك ان انت بدأت تبص لحاجة قدام، ودي برضو بتيجي معنا لو انت، لو انتوا اتفرقتوا بسبب سفر، اوكي. فهو شايفك ان انت بدأت حاجة جديدة من غيره، مشيت وسبته ونهيت العلاقة وسلام عليكم، خلاص اللي بينا انتهى. انا مش شايف ان العلاقة دي فيها استقرار، او مثلا انت وجعتني فمشيت، لان انت شايفه، خلي بالك، انت شايفه ان هو موجوع على فكرة، عشان كده هو بيتشاف. ممكن تكون انت يا برج الدلو، وممكن تكون عكسية، انت اللي نهيت العلاقة ومشيت ووجعت قلب الطرف التاني. ممكن تكون عكسية، يعني الطرف التاني هو اللي وجع قلب برج الدلو، مش هو وجع برج الدلو اللي عمل كده، واديت له الطعنات ومشيت وسبته. فانت شايف ان انت وجعت قلبه، وشايف ان انت اذيته، وهو
شايف ان انت اديت له ظهرك ومشيت وسبت ونايت ودوست على مشاعرك ويلا بقى مع السلامه. عشان كده وبعد اللي حصل له، لان هو موجوع على فكره، انت عارف ان قلبه موجوع، سواء بقى حصل ما منكم، بس انت عارف ان قلبه موجوع لان هو بيتشافى من اللي حصل ده. فهو شايفك ان انت مشيت واخترت طريق تاني، سبته هو ومسكت في حاجه تانية. ممكن يكون اختلفتوا على شغل مثلا، يعني مثلا انت مثلا قال لك لا ما تشتغليش، يعني الشغل مثلا، او انتوا متجوزين او مخطوبين او اي حاجه، فانت اخترت الطريق ده وقلت له لا مع السلامه بقى، او نهيت العلاقه لاسباب تانية، مش حاسس مثلا، او ما حسيتوش في اول العلاقه فمشيت. طيب في ايه الخطوه اللي هو ناوي ياخدها؟ برج الدلو الطرف اللي معاك ناوي ان هو يبقى غامض، ناوي انه يخبي ما تبقى من مشاعره. هو تشافى، هو تشافى من مشاعرك، مشاعر عموما السيئة، بس لو في مشاعر تانية حب هو ناوي يخبيها، لان انت عايز تقدم مصالحة. عشان كده بقولك لو انت اللي نهيت العلاقة ورايح تصالح، اهو انت عايز تتجوزه وعايز تقدم له عرض، على فكرة انت عايز تقدم له عرض، اوكي، وانت كبرج دلو عايز تقدم، ممكن تكون القراءة عكسية، يعني الطرف التاني هو اللي عايز يقدم العرض وعايز يتجوزك وراح يقدم عرض، وانت بقى اللي هتقفل على مشاعرك، اهو عامل غموض، قافل على مشاعرك وعامل غموض ومخبي مشاعرك. فالطرف ده مخبي مشاعره وناوي يخبي مشاعره، لو انت جيت له تاني او هو جالك بقى تاني، لو القراءة عكسية، فانت ناوي تخبي مشاعرك، او هو بقى اللي ناوي يخبي ايه مشاعره، لان انت ناوي تديله عرض. انت ماسك اهو عرض ومساء الخير، مساء الخير، انا جاي اقدم عرض. ايه عرضك يا برج الدلو؟ انا عايز اتجوز، انا عايز الاستقرار، انا عايز اكمل حياتي معاك. لو الطرف التاني هو اللي وجع قلبك خلاك بالشكل ده، فما تقلقش، يفكر يجي وناوي على الخطوة دي. طب هو شايف العلاقة ازاي؟ شايف العلاقة ان العلاقة دي علاقة فيها كثير من البطء، علاقة ماشية تاتا 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 تاتا، بمعنى أدق، لأن هي كانت المفروض توصل لكده، فالعلاقة محتاجة يعني في عزلة، بردت زي ما بيقولوا كده، العلاقة حصل فيها برود فحصل انفصال. فهو شايف إن العلاقة بطيئة وعلاقة معزولة خالص، يعني اللي هي بتطول مثلا تكمل معانا ولا حتى بتنتهي، في حاجة غلط. عشان كده لما فانتوا وجعتوا قلب بعض من الاخر، انت عارف ان انت وجعته، سواء بقى هو بقى اللي مشي وسابك، او انت اللي اديت له ظهرك ومشيت من العلاقة، فهو حاسس ان العلاقة واقفة، اوكي، او كانت واقفة، العلاقة دي كانت واقفة، هو شايف ان العلاقة واقفة وفي عزلة ومفيش حد فيكو بيتحرك، مفيش حد، محدش بيجي، محدش بيروح، محدش فيكو بيتحرك. يعني لما احنا الاتنين مثلا وحشين بعض ما بنكلمش بعض ليه؟ ما نعرفش. فشايف ان العلاقة ممكن تكون محتاجة تفكير ازيد. لو انتوا يعني لو انتوا هترجعوا مع بعض تاني ويتقدم عرض فعلا، فهو محتاج، لا محتاج يفكر اكتر، العلاقة دي محتاجة تفكير. انت شايف، بص بقى طبعا الكارتين شبه بعض، انت شايف ان هو التوأم، يعني شايف ان هو شبهك، وان هو ده الشخص اللي انا خلاص هستقر معاه، هو ده انا خلاص لقيته، خلاص ما تحاولش، انا ما تحاولش، انت شايف ان هي عزلة وهتخبي مشاعرك عني، انا يا بحبك برضه وهجيلك وهقدم عرضي، ولو راجل رفض هاجي، لان انت 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 الشخص اللي انا هبني مع المستقبل ده، انا هقدم لك العرض وخلاص، انا شخص واقف على رجلي اهو، ولا جاي لك على الحصان ولا بتاع، انا مش خايف من حاجه، ولا لابس لك خوذه ولا مش خايف. انت كبرج ده لو انت اللي بتقدم العرض فانت مش خايف من العرض، لو عرض مصالحه فانت مش خايف، انا غلطت في حقك وجاي اصلح اللي حصل، فانا رايح نهيت بس انا جاي اصلح، فما انتش خايف، وشايف ان هو الشخص الجميل اللذوذ بتاعك. النصيحه بتاعتك بتقول لك اشتغل على علاقه يا برج الدلو، كمل واشتغل. بص
لما تشتغل هتطلع عروض، هتطلع عروض. اشتغل على العلاقة، اشتغل على العلاقة حتى لو هو بين لك ان هو مثلا قال لا 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 مش راجع، او انا مش هرجع، ما انا حرة مثلا. لو انت ولد فالبنت تقول لك لا انا حرة، ولو انت بنت مثلا تحس ان هو مش عايز يرجع. لا على فكرة هو مخبي مشاعره، واخد عهد على نفسه انه يخبي مشاعره، وعايز تفكير، بيفكر ومخبي مشاعره عنك. لو انت هتقدمي له عرض مثلا، يعني برج الدلو عموما في البنات بالتحديد ما برضو جريء. اشتغلي على علاقة تستحق، هو بيحبك الفكرة. بس هو بيتشافى بس من اللي حصل له. ممكن تكون بتتعامل زي ما قلنا برج حوت، برج عقرب، برج قوس، برج عذراء، اسد، وبرج ترابي. والعقرب ظهر برضو مرتين اهو، برج مائي زي ما قلنا. والنصيحة بتاعتك اشتغل على العلاقة دي، لان العلاقة دي تستحق، وقلنا ممكن تبقى عكسية. طيب في امل ان شاء الله يعني. طيب الناس المبتعدين عن بعض، اللي هما مثلا سنة، ممكن سنتين مش مشكلة، بس مش 10 سنين يعني، يكون اتجوز وخلف. مشاعره ايه حاليا وايه نيته؟ نيته يجي، نيته يفضل في مكانه، نيته يفضل يعاند حتى لو يرجع يتخانق يعني معانا، مش مشكلة. انا طبعا بقلب الورق كتير بس عشان يبقى ايه مظبوط. تمام، انا هسحب طبعا من النص. إيه مشاعره ايه حاليا وناوي على ايه؟ هو حاليا حاسس ان انتوا وقت وحشينه على فكرة جدا، و بيفكر وبيفتكر الذكريات اللي فاتت كلها عموما. طلع مش كارت وحش ولا حاجة. طيب بيفكر يرجع فعلا، وبيفكر يدي للعلاقة دي فرصة تانية. يعني بيقول هي احنا نهينا بس انا حاسس ان في فرصة، حاسس ان انتوا تستحق الفرصة التانية دي. اعتقد بقى الكارت التاني هو اللي هيوضح لي هو عايز يعمل ايه بالظبط. اللاكتس، كل الكروت بتوضح عشان اوصل للكارت الاخير ده. نيته ايه بقى؟ عايز يرجع ولا عايز يعمل ايه؟ هو شخص بيفكر كويس قوي قبل ما يتخذ القرار بتاعه. يعني مش من النوع اللي هو مثلا الشخص ده وحشني قوي، طب انا هفتح بقى ارفع سماعه التليفون، الو سيدي وصالك بقى لا 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 لا، فكر كويس قوي. اعتقد انه برج هوائي ممكن، او مائي، اوكي، او برج حمل. طبعا برج الحمل طبعا برضو مندفع بس بيفكر، بيخطط لحاجه. هو حاسس وشاعر ان انتوا الحرب اللي ما بينكوا، او عموما الفراق اللي حصل ما بينكوا ده، كانت علاقة خسرانة، مش علاقة، سوري، الفراق ده فراق خسران. يعني ما استفدناش احنا الاتنين حاجة. وقت الفراق كل واحد راح في سكة، واحنا الاتنين ما استفدناش حاجة من الفراق ده. فهو بيفكر ياخد قرار، ياخد قرار. وهو خدوا بالكم برضو كمان بيفكر في ايه بقى برضو، خلي بالكم. بيقول بقى فعلي باله بقى من يعني، بيقعد كده مع نفسه يقول ايه، يقول وقت الفراق ده هو جمد مشاعر. هو الشخص لما يجي يمشي بيجمد مشاعر، استفدت انا ايه؟ انا خسران. لان هو بصوا، لما انا مشيت وجمدت مشاعري، في شخص ادى الوش الخشب، لما انا مشيت وجمدت مشاعري على الشخص التاني طلعت خسران في الاخر. انا افتكرت ان انا كسبان، او ان انا انتصرت وانا ما انتصرتش،
هو اكتشف كده. لو انتوا سابكوا وبدون سبب او رحل من العلاقة بدون سابق انذار، فهو اكتشف دلوقتي ان هو الخطوة اللي عملها دي كانت خطوة خطأ، لانه اكتشف انه خسران. بيفكر ان هو يرجع تاني ينبسط معاكوا في العلاقة دي تاني. هيرجع العلاقة تاني ولا لأ؟ شوف برضو. هيرجع تاني، بيفكر يرجع فعلا، بس بيخطط للموضوع ده قوي. الشخص ده لو برج حمل فكرامته يعني رقم واحد، ولو برج هوائي برضه وبرج ماء اهو، هيقدم عرض، عايز يجي يقدم عرض، عايز يرجع تاني. هو اكتشف خلاص، عرف يعني، هو قعد مع نفسه كده قال الله، يعني الشخص ده شبهي وانا حبيته وحبني والعلاقه بينا كانت علاقه جميله جدا، فاهم، اديها فرصه تاني، ما ارجع تاني، بس بقى هرجع بطريقه ما يبانش ان انا ايه، ان انا ايه، انا راجع مثلا كده، لا انا هرجع بطريقه جامده شويه، هبقى هيبان ان هو قافل مشاعره على فكره، تمام. وطبعا هو قعد مع نفسه طبعا وحس ان هو خسران، حس ان هو خسر خالص لما بعد ومشي، حس ان هو خسران وخسر، خسركم يعني، قال في نفسه انا استفدت ايه، انا راجل خسرت خلاص، ما استفدناش حاجه، انا هرجع تاني، انا بفكر ارجع تاني، بفكر ارجع تاني، العلاقه دي كانت حلوه وهرجع اديها فرصه تاني، يا رب تقبل بقى. رب الراجل بتاع بتاع اللي اداني البسبوسه يرجع يرجعها تاني. يقبل يرجعها تاني. برج الحمل برج اندفاعي اصلا، وانتوا بتتعاملوا مع شخص برج حمل، هو بياخد القرارات سريعا جدا. بعدين نرجع يقول نفس الكلام، انا ايه اللي خلاني اعمل واعمل اسوي. طيب العزاب او الشخص، الناس اللي خلاص اتاكدت ان الشخص التاني مش راجع بكل الطرق والوسائل، اتجوز بقى، خطب، هل في شخص هيجي مثلا او حب قادم، اعجاب، اي حاجة كتير قوي، كتير قوي. هنملكوا انتوا بقى التقسيمة، خليها كده، وناخد برضو كارت النص. طيب الشخص مقلوبة، لا الحمد لله، لا طبعا الشخص القادم ومشاعره ايه وعايز ياخد ايه مننا، يعني عموما عايز يعمل ايه. مش معقولة يا جماعة عقرب برج الجوزاء. اعتقد ان هو شخص قديم. طبعا لما اقول شخص قديم برضو في الكروت دي، يبقى ممكن يكون سيناريو رابع، حد بقى انطبق عليه القرار الاولانية ولا التانية جاي بقى ينطبق عليه دي، او ممكن حد من هناك يعني، على حسب ما تسمع يعني. طبعا بلوك، حد ينتو اللي قفلته منه، يا هو اللي قفل، حاجة من الاتنين. عموما شخص قادم هو مقفول حاليا يعني، شخص انتوا كنتوا قافلين عليه جامد قوي، قفلتوا عليه من الاخر خلاص وطردتوه من حياتكم، او هو اللي عمل كده طبعا. اوكي، فالشخص ده شخص يعني ما بين خيارين برضو، ممكن يكون كان في اتنين بالنسبه له واختار كنتوا، وجاي في طريقكم، جاي ليه كنتوا، ممكن تكونوا كنتوا مثلا متعرفين على حد، اعجاب مثلا، بيبقى في علاقات اعجاب بتبقى علاقات ماساويه، بتوصل لمرحله مش لطيفه يعني، وانتوا قفلتوا الموضوع لما لقيتوا ان هو بيتسلى مثلا، او مش عارف يختار، عرفتوا ان في طرف تاني معاكوا وهو بيختار ما بينكوا وخلاص، هو ما كانش عارف يختار. احنا قلنا ايه؟ قلنا ان طرف مشاعره، المشاعر بتاعته اعتقد ان هو كان راحل عنكم، اعتقد ان هي برضو حد قديم راحل عنكم، وانتوا الموضوع اتقفل ما بينكم، و
مشاعره ان هو عايز يرجع تاني الموضوع، يرجع تاني في مشاعر، فعشان كده هو جايلكو يرجع يرجع تاني، يسير الامور تاني زي ما كانت. ده شخص قافل وعايز يفتح القفله دي ويرجع تاني ليكو. ده شخص ماشي في ميه ولكن ماشي بهدوء جدا، عايز يشيل العوائق اللي كانت في العلاقه. لو كانت علاقه فيها عوائق، لو كان محتار ما بين اتنين، فهو رمى التاني وجايلكو انتوا بقى، راجع تاني يرجع العلاقة مرة تانية لو هو كان في اتنين بيختار ما بينهم. ناوي على ايه؟ هو مش ناوي على شر يعني، اعتقد ان هو لو انتوا اللي عمل لكم الحركة دي يعني خلاكم تتقفلوا من العلاقة كلها، لا مش ناوي على حاجة وحشة، مش ناوي على حاجة وحشة، لا 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 مش ناوي على حاجة وحشة، لا يا جماعة لا. فعلا هو شخص قديم، ممكن يكون برضه جد. ناوي يخرجكم من الحالة اللي هو عملها. انا بقول لكم زي ما قلت لكم، هو وصلكم لكده، وصلكم لان انتوا تبقوا خايفين منه، انتوا خفتوا منه. ممكن يكون عمل حركة معاكم مش لطيفة، على صوته مثلا، شتمكوا، اكتشفتوا انه في طرف تاني في العلاقة، طرف تالت سوري في العلاقة، وان هو بيختار ما بينكم، فانتوا بقى انتوا خلاص نمشي ونمشي الدنيا، فعملت له بلوك او هو عمل لكم بلوك، فهو هيفك البلوك ان شاء الله ورجع تاني، يرجع تاني يرجع المرمى جريها زي ما بيقولوا، ويشيل بقى كل القرف اللي كان في العلاقة ده، ويرجع تاني مرة تانية يخرجكم بره الدايره اللي هو عملها فيكم. ناوي يستقر بقى. هو بصوا او تلاحظوا ده شخص ماشي في ماشي رايح مسافر، زي ما يكون مسافر كده، ده شخص مستقر، فهو ناوي بقى يرتاح من المشوار ده، زي ما يكون كان بيدور على حد يعني. وممكن يكون الشخص اللي جاي في طريقكم ده شخص خارج من علاقه برضه، يعني ممكن يكون جديد خالص بقى انتوا ما تعرفوش، وخرج من علاقه وقفل على علاقه ولقاكوا في طريقه وجاي بقى ليكوا انتوا، وجاي يخرج نفسه ويستقر عندكوا انتوا. اوكي، لو ده شخص قديم طبعا، او شخص انتوا بينكوا فراق يعني، متعلق بيكوا، متعلق بيكوا. لو هو شخص قديم فهو اكتشف ان هو متعلق بيكوا، زي القراءه اللي زي التانيه زي ما قلت لكم، حاسس ان اللي هو الراجل اللي حاسس ان هو نفسه مهزوم ده، هو متعلق بيكوا، عايز ياخد قرار، قرار بانه يعمل توازن في العلاقة تاني، وان العلاقة دي علاقة فيها حب، اكتشف ان العلاقة دي فيها حب، وهياخد القرار، ياخد القرار بانه يعيد تاني التوازن للعلاقة دي، ان هو علاقة فاتت قفلت اتقفل منها، او ان هو اكتشف بعد رحيله، بعد ما انتوا اصلا سبتوه، بان هو بتاع يعني ايه، بان انتوا كويسين وكل حاجة، لكن في هو جاي هيغشيت بقى الليلة دي كلها ويجي ومشاعر ان هو يكون هو في مشاعر، بس يرجع العلاقة من اول تاني زي ما كانت يعني، ويخرجكم من اللي انتوا كنتوا فيه ده، انه اكتشف ان انتوا مع بعض. كارت الشيطان ده من الناس تقولك يعني كارت مش حلو، مش لطيف، مش لطيف لو كان مشاعر شخص مثلا او حاجة، لكن هو حاسس ان هو متعلق بيكم بدون سبب بدون دافع. اوكي، او ممكن برضو يكون انتوا متجوزين مثلا، يفتكر مثلا اللحظات الحميمية شوية ما بينكم، يفتكر ما بينكم اللحظات دي وعايز يرجع تاني بقى. بس دي كانت القراءة، القراءة الطاقة العامة، عايز استقر معاكم ويبدأ بداية جديدة معاكم.